السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغرير فطائر مغربية معروفة، وكما بزاف ديال الناس كيعرفوا يتقنوها ويصيبوها، بزاف ديال الناس لحد الآن مازال ما تصدقش ليهم وديما مضاربين معاه بحالي أنا، حتى لقيت دابا الوصفة اللي نجحت ليا وبغيت نبارطاجيها معكم. ألوغ بالنسبة للمقادير غنحتاجو 3 ديال الكيسان عنبة ديال سميدة رقيقة، 2 معالق كبار ديال الدقيق الأبيض الفورص، 2 خمارات ديال الحلوى، معلقه كبيره ما عمراش ديال خميره الخبز، الملح حسب الذوق، المهم تقريبا نص معلقه صغيره، وربع ديال الكيسان ونص ديال المدافي. هادشي كله غادي نديروه في الخلاط الكهربائي، غنضربوه مزيان تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، وغادي نخويوه في اون سوبيير ونخليوه يخمر تقريبا لمده 15 دقيقه، الوقت فاش غادي نجمعوا البوتاجي وفاش غادي نديروا المقلاه تسخن ونبداو نطيبوه. تابعوا معايا. اول شيء غنديروا في الخلاط هو الماء، لانه اللي سبقنا السميده ممكن تتاجل وتسقم لنا في تحت ديال الخلاط. حنا درنا الماء، الوغ على بركه الله اول حاجه غنبداو بها في الخلاط غنديروها هي الماء، لانه اللي سبقنا المواد الجافه غالبا كيتعوج تتعجن لنا وتبقى لنا تبقى لنا الرواسب ديال السميده في تحت ديال الخلاط. غنديروا الماء، ربعة كيسان ونص عنبة ديال الماء دافي، ونضيفو بقية العناصر. حنا غادي نضيفو السميدة، تخبر ليا معليش، غادي نضيفو الفورص. المهم تنديرو جميع المكونات، خميرة معلقة كبيرة ما عمراش، ديال خميرة الخبز، الملح، كاين اللي غادي يبغي يضيف سكر فاني ولا شوية ديال سنيدة إلا تيبغي المذاق الحلو، وغادي نضيف الخمارة الكيماوية 2، ايديال كتجيني حسن من الماركات الاخرى لانها ما كتكورش، فاصلا ما كنصفيها لا ما كنغربلهاش، ومع ذلك ما كدرش هي مشكل في لي بريباراسيون ديالي. فوالا غادي نضرب كلشي في الخلاط، ولا بعد ما ضربناه مزيان تقريبا 2-3 ديال الدقائق كنديروه في الإناء ونخليه يرتاح 15 دقيقة. نشريكم مزيان الوقت فاش غادي نحيدو هاد المواد اللي هنا ونحاول نغطيوه بالأفضل، غادي نغطيه بالغطا ديال هادي، غادي نخليه ندير المقلاة تسخن ونرجعو نشوفو الطياب ديالو. بعد ما دازت 15 دقيقة درت المقلاة تسخن ملي سخنات مزيان غادي نقص عليها العافية، ماشي بزاف، مي تكون عافية متوسطة متكونش مجهدة بزاف. فوالا بسم الله على بركة الله، نشوفو هاد الأولى واش غادي تصدق لينا. أغلبية المرات الأولى ما كتصدقش، حنا غنشوفو الله يسخر. أنا قصتي قصة مع بغرير، لانه الام ديالي كتصايب واحد بغرير رائع جدا، وصراحه ما توفقتش انني نطبقه، جربته شحال من مره ما كيصدقش ليا، كيصدق ليها غير هي. دونك بديت كنقلب على وصفات اخرى، هذه جاتني نوعا ما مزيانه مقارنه مع سورتو فيها سميده اكثر من سميده بزاف. نشوفوا هذه كي غتخرج، الا ما صدقاتش راه ثاني غتصدق تما، كونوا اكيدين.
تقبل شويه. صافا صافا، مي نرجو نتيجه احسن من هذه. تنخليو حتى كينشف مزيان فوالا تنقلبو شويه. من بعد تنحيدو. علاش كنقلبو؟ باش ينشف مزيان. ولاحظت انه البغرير اللي ما كيتقلبش كيحمض دغيا. دائما اللي كنبغي نديرو كنحيد كنحيدو من فوق العافيه من بعد، لانه الا كانت المقله سخونه بزاف ما تيستقش. خص كل مره نزولوها من فوق العافيه، نديرو فوق منها البغرير ديالنا عاد نخليوها طيب، نشوفو هاد الثانيه كي غتخرج واش حسن من الاولى ولا لا. على الحشم صافا، انا خليت لكم على المباشر يعني سي طيب الوقت لو طون غير زعما. كما كتشوفوا كيجي متقل وصراحه راه كيجي هشيش وكيجي زوين فريمون، غير جربوه ان شاء الله غادي يصدق لكم. انا غادي نعاود نديرو باش نمشي منو ديك الرطوبه من الفوق غير كلكو سكوند، من بعد تنحيدو وتندير الاخرى. غادي نعاود نحيد القله بسم الله. لكن البوطاجي حداكم تبداو تحطوها فوق البوطاجي باش تبرد شويه، عاد ديروا فوق منها العجينه. سبحان الله اي حاجه تمسمن الاولى، اي حاجه اللي كطيب الاولى في المقله غالبا كتكون كبش الفداء ما كتصدقش. هانتوما شوفوا ديك البغريره اللي طيبنا، شفتوا زوينه شهوه منها. جربوها وردوا عليا الاخبار، ولا ما صدقتش لكم سي با دو ما فوت. هيا البغريره الثانيه حتى هي مزيانه زوينه متقبه مهويه خفيفه الحمد لله. ملي صدق حيت بارفوا ملي كشي حاجه كتصدق لك ديما حتى النهار كتبغي توريها لشي حد اي اون لا لوب. فوالا هي حتى هي هادي كما كتشوفو بنفس الطريقة. غادي نقلبوها كلكو سكوند ونحيدوها ونديرو الأخرى. فوالا كنتمنى أنه الطريقة تكون جاتكم سهلة وعجبتكم وقتنعتو بها، وإن شاء الله تجربوها وردو عليا الأخبار. أنا غادي نتسنى لي كومونتيغ ديالكم. فوالا وسخونة ايوا هذا مكان. كنتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها، و الى فرصه قادمه ان شاء الله انا غادي نكمل البغرير ديالي وغادي ندير لكم صوره ديال فاش غادي نحطو في الطبق النهائي فاش غادي تقدم مع زبده والعسل اولا زيت الزيتون والعسل. هذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.